مرحبا بكم جيسبر كو فوز علي بيان الوغ اليوم رجعت لكم باش نحكي لكم في فيديو جديده باش نحكي لكم على ليستوار دو مي شيفو خاطر باش سالتوني قلت لي عامله تايان داي ماكش عامله تايان داي وين تعمل شعرك وين تقص شعرك دونك شنو تنصحنا دونك حبيت نحكي لكم على شعري وحبيت نحكي لكم شنو كنت نستعمل في شعري وشنو لي تانتور اللي استعملتهم وشنو لي كود كور نتاعي في لي تانتور وشنو اكثر مارك كنت نستعمل فيها ولي ماشي شنو هي المارك وسالتوني زاد على الروتين كابيلير حبيت نعمل فيديو مع هذا خاطر مانيش نعطي حاجه كبيره اما حبيت نحكي لكم كمام على الروتين كابيلير نتاعي دونك باش نبدا بالتايان داي اللي ماشي فيهم العباد الكل ماشي بالكم اللي انا عامله تايان داي الوغ كو مانيش عامله تايان داي وقلتها برشا مرات لي انا عندي عام ونص ما عملتش دي تانشيو هكا لي شبه تايان داي وكان شعري كله اصفر هكا من اوت عام ناول دونك اوت 2013 دونك من اوت 2012 ما عملتش دي تانتور حبيت رجع شعري ناتوريل كيفاش اصفر هكا عملت لي ماش ماجي ماش كنت نستعمل ماجي ماش توريكم التصويره ديجا اول فيديو عملتها وريتكم الماجي ماش ونعمل ديما بالبوني كيف كيف توريكم البوني كنت نعمل هكا نجبد كابل جويدين ومن بعد نعمل تانتور ديما ناخذ الويت سي في سوا في كوليستون سوا في اكسلونس سوا في ماجي ماش كنت ديما نستعمل دونك لي مارك هذوما وديما الويت سي على خاطر كي نستعمل باغ اكزومبل 8N 9N 6N ولا حاجه تاع 6N غامقه شويه ولا 7N غامقين شويه يجوني فيهم الحموريه دونك ديما نحاول ناخذ صندري على خاطر سينون يوليو في لي راسين فما هكا كل غفلي اورانجي ولا باغ اكزومبل ناخذ كيما نلقاش 8C ناخذ 8C ونحط فيها نكته صغيره اكحل دونك نحط فيها اكحل الوحده تانتور كحله طيف باش نحي كل الحموريه وفي البول اللي باش نحط فيها يعني البرودوي نحط مغرفه زيت زيتونه ومغرفه ماسك دونك تريتمون تاع شعر نعرفش اللي تحبوا عليه نتوما انا نستعمل ديما الترا دو دونك الترا دو ولا فركتيس دونك ديما نحط مغرفه دونك طريف ما يخليش الشعر يترشق وبهي الحكايه من كده فوالا سامحوني جو سوي ديزولي على الحس سردوك خاطر جيران عندهم سردوك ما نجمتش نقعد في بلاصه ما فيهاش الحس خاطر ماري فات قلقكم الحس بغيف دونك فوالا كنت قبل ديما نعمل لي تانتور هذوما هما اللي قلت لكم عليهم ديما الكولور اللي ناخذها باغ اكزومبل كي في الباكو في الباكي تلقاو يقول لك راهو شنو يعني انت كي باش تصبغ شعرك شنو الكولور باش يجيك انا ديما تجيني بريسك هذيك خاطر يعني شعري فاتح دو ناتور فاتح يعني كي تاخذ فيه ياخذ فيه اللون ديما بريسك تجيني قريبه ياسر هكا علاش ديما ناخذ الويت سي وتجيني ياسر تحفونه لقيت تصاور عندي قدم كيفاش كل عام كيفاش كنت نبدل في اللون تنحطهم لكم في اخر الفيديو فوالا دونك اي قلتوا لي وين تقص شعرك وكيفاش تقص شعرك دونك يا نقص وحدي يا فما شكون عزيز عليا ياسر مرا نعرفها ياسر تحفونه على الاخر ديجا هي ما عادش توا في الدومين هذيا مي نمشي للدار ديما تقص لي لي بوينت فما كان هي ديجا عندي فيها ثقه دونك تقص لي لي بوينت ولا نقص وحدي لي بوينت ابار سا ما نمشي لحتى بلاصه ما نجبد شعري كان وحدي في الدار ومش ديما دونك نعمل على روحي ياسر في الحكايه هذه ولي ماش والتانتور وكل دونك تانتور اختي تعمل لي تانتور ولي ماش نعملهم وحدي باهي تو نتعداو للروتين كابيلير الروتين كابيلير تاعي كيف كيف ما في حتى شيء وسهل كل شيء في الدار مانيش نصنع في حتى برودوي اما قبل ما ندوش ناخذ تنوريكم التصاور ناخذ ثوم ناخذ 5 سمون ثوم حاجه عينيكم ونحاول نرحيهم بالميكسور ومن بعد ناخذ زيت زيتونه ندفيها على الغاز ونحط الثوم دونك الثوم اللي هذاك اللي رحيته نحطه في وسط نحطه في وسط الزيت زيتونه دونك تحاولوا تاخذوا زيت هكا 6 مغارف زيت زيتونه ولا 5 وتخليهم تخلطهم مع بعضهم وتخليهم وتغطيهم بالبابي سيلوفان وتخليهم في الفريغو في الفريجيدير في الفريجيدير 4 جوغ 5 جوغ هكاكا ومن بعد كي تجيو تدوشوا تعملوهم دونك تعملوا على لي غاسين تحاولوا تعملوا على لي غاسين تحاولوا تعملوا دي موفمون سيركولير بور ستيمولي لا سيركولاسيون سانغين
باش شعر يولي طويل فيسع، وزيت الثوم به ياسر بالنسبه للعباد شعراتهم خفيف يطلع الشعر جديد ويخلي شعر يغزر. حتى كي تحبوا تعملوهم على سورسيل ولا على لي سيل، دونك شو نقول فوسيل على لي سيل، يعاون بالكدا. كيف كيف نعمل زيت الخروع، اما نهار كي نعمل زيت الثوم اللي قلت لكم عليه ما نعملش زيت الخروع. كل مره كيفاش نبدل، دونك انا نغسل شعري دو فوا بار سيمين، دونك مره نعمل زيت الخروع على غاسين. زيت الخروع تلقاوه موجود في لي غراند سورفاس، مش غالي جو كخوا 2700 ولا حاجه كيما هكا، ولا في لي بارفيمري. دونك كيف كيف نعمل على غاسين، خاطر تحسوا ياسر خاطر الزيت. دونك كيف كيف نعمل على غاسين، ونحاول نعمل دي موفمون سيركولير. زيت الخروع يطول الشعر، وزيت الثوم يطلع الشعر، يعني يخلي الشعر يطول فيسع ويتملاو البلايص الفارغين. ومجربته يعني متاكده منه زيت الثوم اللي قلت لكم عليها. ما نحبش نشري حاضر على خاطر نحسه ما يعمل لي حتى شيء. دونك ومن بعد نغسل شعري بشامبوان، استعملت لي شامبوان الكل، ما فما حتى شامبوان مشى معايا، الكل مي زيتولي في شعري، استعملت فروكتيس جليس نيفيا الكل مي رجعت نستعمل فيه فروكتيس خاطر ما صغيره نستعمل فيه. دونك ونستعمل الماسك نتاعو كيف كيف تنوريكم التصوير، نستعمل الماسك نتاعو بوغ لي شوف كولوري جوست على لي بوينت باش نجم نشد شعري خاطر سينو يتقطع. ومن بعد نعمل سيروم بعد ما ندوش، نشيح شعري بالسيشوار ما نجملوش، نعمل سيروم نوريه لكم زيدا، نعمل سيروم على لي بوينت باش ما يبداوش هكا شايح شويه من اللوطه، خاطر قعدوا لي لي ميش دوكم شايحين شويه من اللوطه والتانتور. دونك فوالا لي في، هذايا هو داي وحكيت الروتين كابيلير نتاعي وحكيت الصبغه وحكيت القصان. برشا سالتوني خاطر السؤال هذايا، وحبيت نجاوبكم عليهم في فيديو. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. نسيتش تعملوا لي هكا بتي جيم، سامي في بوكو بليزير، وهكا فوزابوني على ماشين يوتيوب ام سي ديوتيز، وان شاء الله ديما مع بعضنا، وان شاء الله ديما نكون بريزونت، و اي ا تري بيانتو ان شاء الله. بسلامه، باي باي.